أقدم مشهورون في منطقة زوق مصبح كسروان صباح اليوم على كتابة بعض الشعارات الداعمة لبكركي والبطريرك الراعي، وذلك على جدران منزل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيل. وقد حملت عبارات منها أبناء بكركي لك بالمرصاد، لا مكان للعملاء بيننا، وبكركي خط أحمر. وتأتي هذه التحركات بعد موجة الاستنكار الواسعة لعملية التوقيف والاستجواب التي تعرض لها المطران موسى الحاج، كما وإصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل القاضي عقيل. أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هاري الخوري بأن الوزير بصدد المطالبة من كافة المراجع القضائية المعنية بإفادته فورا وخطيا بالتطورات التي حصلت في اليومين الماضيين فيما يتعلق بالتحقيق مع المطران موسى الحاج ومداهمة مصرف لبنان، وذلك لإجراء المقتضى. أعلنت المديرية العامة للأمن العام أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت صباح اليوم ما زعمت أنه اتصال وحوار أجراه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وذلك لعلى إثر ما حصل مع المطران موسى الحاج في مركز أمن عام النقورة الحدودي بتاريخ 18/7/2022. وأكدت في بيان أن هذا الاتصال لم يحصل وأن ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال. وأوضحت المديرية إلى أنه فيما خص التحقيق مع المطران الحاج فإنه منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها الإشارة القضاء المعني بالتنفيذ يصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة، وذلك طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف. كما شددت على أن ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من قبل عناصر الأمن مع المطران الحاج أثناء فترة وجوده في المركز هو كلام غير صحيح، والدليل على ذلك ما نقل عن المطران الحاج شخصياً.